السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم أخواني. خاطرة بسيطة حبيت أقولها إلكم. اليوم عندنا في ملعب AT&T في مدينة دالاس ولاية تكساس. عندنا هاي صار 4 أيام، اليوم الثالث بكرة الأخير، شنو بطولة مال الإعداديات. هاي اسمها زين، هاي البطولات مال الإعدادية لعبة كرة القدم الأمريكية. شنو اللي لفت انتباهي؟ طبعا انتم بتقولون نعرف انه أمريكا البلد الأول بالرياضة وكذا بالتطور، لكن مو ببلاش. أولا باعوا انه حاجزيلهم هي إعداديات، واكو ملاعب عادية، يعني هي أفضل من أرضيات كثير ملاعب عربية دولية، يعني ممكن ساحات شعبية وكذا لعبة كرة القدم الأمريكية وكرة القدم العادية، وبعض ملاعب الإعداديات وبعض ملاعب الكليات حتى مدرجات بيها ممكن تحتضن هيج بطولات. لكن هم شو مسوين؟ حاجزينهم الملعب هذا اللي هو راح يستضيف نهائيات كأس العالم 2026. هواي حاكي لكم عنه، معروف هو يعني من احدث الملاعب الامريكيه ومن افضل يمكن توب 5 ستاديومز ان يو اس اي. زين حاجزينهم اياه حتى يخلونهم يعيشون باجواء جيده وجميله وتنافسيه، حتى يأهلونهم انه بالمستقبل يتعودون على اللعب بهكذا مباريات. وكذلك الحضور الجماهيري، وان قلت لكم حتى الملاعب الصغيره ممكن حضور جماهيري، يعني مو مساله على الجماهير، لكن دعم للرياضيين حتى في فئه اللي هي مثل ما قلت لكم اعداديات عندنا بالعراق، تعرفون احنا الاعداديات بالعراق وين والجامعات وين تلعب. زين كذلك لفت انتباهي انه كل اعداديه باصات يا اما خاصه بها يا اما ماجرتها بعض الاعداديات يا اما ماجرتها وسياره، وكذلك سياره سيوفي تجر لها مثل العربة، يعني سيارة عربة كنتورية وبها مستلزمات الرياضيين اللي يلعبون وعليها رسومات ودعاية للمدرسة فريق المدرسة. زين هاي كذلك لفت نظري، مثل ما قلت لكم أمريكا وكل العالم الغربي ما عندهم شيء بلاش إلا ما ندرت توزيع منشورات كذا الإعداديات ولا البطولة، كذلك رعاة كل فرق موجود لها رعاة والبطولة إلها رعاة، رعاة راعين بطولة مدرسة، بطولة مدارس إعدادية، مدارس إعدادية إلها رعاة. زين أنا طبعا الكليات هاي حدث ولا حرج، معروفة البطولات الأمريكية للجامعات أشوف، وبطولات الدرجة الثالثة الأمريكية هم كلها رعاة. يا أخوان أنا بس أردس كل مناسبة أمريكية، ترى على فكرة حتى بطولات الماراثون عادي يعني نظمة مجمعيات تلقى لك ولا 20 راعي لها، كل رعاة سبونسر. يا أخوان دوري العراق للدرجة الأولى يمكن ما عنده إلا راعي أو راعيين، ومعظمها ترى الشغلة يعني مجرد يعني شلون أقول لكم كل علاقاته هذه، يعني عشان أقول لك إنه عندنا رعاة. الفرق العراقية 1-2 عنده رعاة، وعنده يدوبك 1 راعي لو 2. فرق الدرجة الأولى اللي تحت الدرجة الممتازة ما متأكد حتى ما يعرفون شنو معنى الرعاة السبونسر وكذا، هذه يعني ما معقولة. وزير التربية انت بطولات المدارس اللي عندك شنو؟ وزير التعليم العالي والبحث العلمي بطولات الجامعات انت عندك شنو؟ يعني هاي اخواني لازم الانتباه لها، ليش امريكا البلد الأول رياضيا بهاي الأمور؟ كذلك عندنا بنوك وعندنا شركات وعندنا تجار يستوردون، ومن أقل دول العالم اللي تفرض ضريبة السوق ما أخذينه وكذا، عندنا صناعات عندنا كذا عندنا تجار عندنا سياسيين، لكن إيدهم لازمين. يعني إحنا مطعم تلقاه راعي برعاية برجر كينج برعاية كذا، إحنا منو اللي أصحاب المولات كذا يرعون بطولات وشي؟ فأتمنى هذا الشيء يحدث بالعراق. وتوضيح فقط لفت انتباهي، ليش هاي الدول متطورة وليش احنا ما زلنا بالقاع؟